كاميرا صباح الخير نزلت الشارع وسألت الناس بقى في الشارع عن رأيهم بالموضوع ده بالتحديد، تباهي الأشخاص بثرواتهم على السوشيال ميديا. خلونا نشوف الناس قالت ايه. ده اساسا غلط، بيخلق يعني حاجات جوه نفس البني ادم مش كويسه، حاجه للاسف بتضر المجتمع جدا، لان انت عندك انت طبقات مختلفه في المجتمع، فلازم تراعي نفوس الناس اللي هي اقل منك، اللي هي الفقراء شويه، الكلام ده كله. ليه نعمل نفسنا في المجتمع، وليه نعمل يبقى في عدم رضا في المجتمع؟ ما ده يعني حاجه هتضر بينا كلنا. والله هو صراحه ده جزء من التكبر، مع انه هو ده شغلهم. ايوه بس هو ده تكبر، وغير كده يعني في عين الناس يعني تختلف من شخص لشخص حسب الطريقه. يعني مرات بتكون حاجه كويسه يعني عشان الواحد بيبين النعمه فيه، بس في ناس بيسووها بزياده ودي حاجه مش كويسه. والله هو شيء جديد وشيء حلو ان احنا نغير منهم ونعمل زيهم. ممكن في ثانيه تروح مني، يعني انا ما تونسش بحاجه، ما هي ممكن في ثانيه العربيات، الفيلا، ايا كان اي حاجه انا شاريها ممكن في ثانيه تضيع مني. يعني ربنا قادر على كل شيء. افرض مثلا يعني اللي كان الغلبان اللي كان قاعد ده مثلا يا عم ربنا كرمها عليه يا عم وشاف مثلا الفيديو ده، احساسه هيبقى ايه من ناحيتك؟ دي حريه شخصيه، كل واحد ليه حر انه يعمل اي حاجه، بس على الجانب الاخر انا شايف ان في بعض الناس ممكن تتضايق من الموضوع ده، اللي هو اللي انا مش عندي دي.